السلام عليكم. اتحاد العاصمة الجزائري كيطلب تأجيل نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي. في هذا الفيديو غادي نعرفوا التفاصيل ديال هذا الخبر، لكن قبل ذلك إذا كنت مازال ما اشتركتش في القناة اشترك، فعل زر الجرس باش يوصلكم أي جديد لحظة نشره على القناة. وندوزوا لتفاصيل الخبر. أشارت التقارير الصحفية إلى احتمالية تأجيل نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية المرتقب بين فريقي الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي المقرر له يوم 12 و19 مايو الجاري. وأعلن الاتحاد الإفريقي في وقت سابق خسارة اتحاد العاصمة الجزائري ب6-0 أمام نهضة بركان ذهابا وإيابا في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وإحالة الملف إلى لجنة الانضباط في الكاف. جاء ذلك بعد أحداث مباراة الذهاب بين اتحاد العاصمة ونهضة بركان، والتي ألغيت بسبب حجز السلطات الجزائرية قمصان الفريق المغربي نهضة بركان التي تحمل خريطة الصحراء المغربية والتي تشهد نزاعا سياسيا بين البلدين. وفي مباراة الإياب بالمغرب حضر اتحاد العاصمة إلى ملعب الملعب، ولكنه رفض النزول لأرضية الملعب وبالتالي ألغيت المباراة. وأعلن الاتحاد الإفريقي كاف تأهل نهضة بركان للمباراة النهائية بفوزه على بعد انسحاب الفريق الجزائري اتحاد العاصمة من المباراتين وفوزه ب6-0 ذهابا وإيابا. وتقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم باستئناف للمحكمة الرياضية الدولية وطلبوا استعجال إصدار القرار قبل مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. ووفقا لبعض التقارير الصحفية فإن نادي اتحاد العاصمة الجزائري تقدم بطلب عاجل جديد من خلال محاميه أرنو كونستانت إلى الاتحاد الإفريقي الكاف لتأجيل المباراة النهائية من كأس الكونفدرالية الإفريقية حتى تتمكن محكمة التحكيم الرياضية من تقديم استنتاجاتها بشأن أحداث مباراة الفريق الجزائري أمام نهضة بركان المغربي على أن يصدر القرار التالي النهائي، ومن ثم يتحدد بعدها موعد النهائي الإفريقي. وأوضحت التقارير الصحفية أن الملف الذي تقدم به اتحاد العاصمة الجزائري إلى محكمة التحكيم الرياضية الطاس ضم رسائل إلكترونية تم تبادلها بالتنسيق مع مدير المسابقات عماد شنودة، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد وافق بالفعل على قميص نهضة بركان الذي قدمه الاتحاد الجزائري لكرة القدم لفريق نهضة بركان، ولكن الفريق المغربي رفض هذا الأمر، وأن القمصان كانت صحيحة وفقا لقواعد الاتحاد الإفريقي كاف وليست مزيفة، وأن غير ذلك مجرد تكهنات وأكاذيب لمحاولة التلاعب بالرأي العام دون جدوى. فيما سيكون موعد مباراة الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي في إطار نهائي الكونفدرالية يوم الأحد القادم الموافق 12 مايو 2024 في الساعة 8 مساء بالتوقيت المغربي على الملعب البلدي ببركان. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال نهار اليوم، فكنتمنى اللي ما اشتركش في القناة يشترك، يفعل زر الجرس باش يوصلكم أي جديد لحظة نشري على القناة، وكذلك تشجيع لنا لنواصل في تقديم الأفضل لكم دائما. دمتم في رعاية الله وإلى فيديو قادم إن شاء الله.